من الصحابة هنا في المدينة. أنا أكلمك على قصة حصلت في المدينة. راح للرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يشتكي همه، يبغى يقول مشكلته. تدرون إيش مشكلة هذا الصحابي؟ تدرون لي هذا الصحابي ليلة كاملة ما نام، ليلة كاملة ما نام يتقلب. تدرون ليه؟ جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذكرت بس شوفوا إيش اللي همه، إيش اللي جايب له القلق الحين. بعد شباب أنا شايل هم لمباراة بكرة، من يفوز ومن ينهزم. شوف الصحابي إيش اللي همه. قال يا رسول الله تذكرت يوم أن نكون في الجنة، احنا وانت يا رسول الله لما نكون في الجنة فتكون انت في منزلة عالية فلا نراك. هم في الجنة وشايل هم انه ما يشوف الرسول في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. انت تحبني راح تكون معايا يوم القيامة في منزلتي في الجنة. اسألكم بالله هل وصل؟ الله هل وصل الشوق في قلوبنا لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة مثل ما وصل الحال بهذا الصحابي؟ هل اشتاقت قلوبنا لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن ممن يعمل ليلا ونهار من أجل أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. من يوم غربت شمس هذا اليوم لنا 3 و4 ساعات، كم مرة صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف حالنا مع سنة الرسول؟ كيف شوقنا لرؤية الرسول اللي قدم عمره كله من أجلي وأجلك؟ يوم القيامة الأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي، إلا محمد يقول أمتي أمتي. فماذا قدمت أمة محمد من أجل سنة محمد؟ ماذا قدمنا من أجل الدين؟ ماذا في جوالاتنا؟ كيف صلاتنا؟ كيف علاقتنا مع والدينا؟ كيف أبصارنا أسماعنا؟ لابد يا أحبتي أن نعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتبعه، حتى نقتدي بسنته، حتى نكون معه في جنة عرضها الأرض والسماء.